إن السراج حقيقة مغيب عن الوعي، وأعتقد أنه ليس سياسي وإنما يقاد بمجموعة من حتى المستشارين، هم ليسوا مستشارين في حد ذاتهم، إنما هم أتوا من أجل مكاسب ومن أجل مصالح ومن أجل تحقيق أجندات ومغالبة أطراف على أطراف أخرى من أجل أن يكتسح الموقف. ولذلك فهم لا يتحركون وفق معطيات تتحدث عن الوطن وبناء الدولة وبناء وتحقيق حقوق المواطن. ولذلك نجد أن السراج لم يتحقق عن معاناة الليبيين إلا بداية دخوله، عندما أعطى تلك الضحكة التي قام بها على بعد 100 يوم ولم يتحرك. حتى هذه الحرب الآن التي نشهدها لم يتكلم عن مكافحة الفساد، ولم بل عكست هذه الحرب، تم عليها إسقاط من عملية مكافحة الفساد وتوغل الميليشيات داخل مفاصل الدولة إلى قضية الحرب والاعتداءات والهجوم والقتال. لم يتكلم يوم عن الذين يقفون أمام المصارف، لم يتكلم يوم عن الانتهاكات التي تحدث للمواطنين. ولذلك أقول لك أن مطالبته المجتمع الدولي هي مطالبة خاسرة، كان يستغلها دائما في عملية الأباتشي وعملية الأفريكام ويخوف بها الثوار ويضعها مثل الفزاعة عندما يريد أن يحقق أي هدف، ويرى أن تلك القوة اصطادت غضبا فيقوم بتوجيه ذلك ويقوم بالاجتماع بالأفريكام من أجل يظهر أن هؤلاء معه وأن أي تحرك سيضربه. أين هذه المناشدات سيد السراج وما يحدث الآن في درنا من انتهاكات لحقوق الإنسان وحتى حقوق الإنسان تحدث عن درنا؟ لماذا لم تتوجه هذه المداخلات المجتمع الدولي؟ لماذا تتوجهها عندما دمرت بنغازي؟